السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم واحد الأكلة من المطبخ الهندي، وغنحضروها ان شاء الله في المطبخ المغربي ديالنا، اللي بمكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل منزل. وكنتمنى هذه الأكلة ان شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمكونات، غنحتاجو 500 غرام ديال صدر الدجاج، انا خديت 500 غرام ديال العدند، معلقة ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال التحميره، كاس ديال الياغورت مسوس، عصير حامضه، معلقه ديال العطريه ديال المصله. بالنسبه لهاد العطريه، راني وريتكم الطريقه كيفاش تحضروهم في المنزل في القناه، في القناه ديالي تدخلوا غتلقاو الفيديو ديال التحضير ديال هاد العطريه. غنحتاجو معلقه كبيره ديال الثومه، معلقة كبيرة ديال سكينجبير مطحون. بالنسبة للسكينجبير اللي ما عندوش، ممكن يعوضو بسكينجبير العادي ديالنا، هذا سكينجبير خضر اللي كيكون خضر. هادو بالنسبة للترمينة ديال الدجاج. هنا بالنسبة للمرق اللي غنحضرو، غنحتاجو معلقة ديال السودانية، وهذه كتبقى اختيارية بالنسبة اللي بغاها. غنحتاجو ايضا معلقة كبيرة ديال عطرية المصلة، غنحتاجو معلقة ديال الملحة، غنحتاجو معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، غنحتاجو معلقة ونص عفوا ديال الخرقوم ديال السكينجبير الخضر، معلقة ونص ديال الثومة. غنحتاجو ايضا في العطرية معلقة كبيرة ديال الخرقوم البلدي، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال التحميرة، ومعلقة كبيرة ديال القزبور يابس مطحون. غنحتاجو أيضا مطيشة محكوكة، القدر ديال ثلاثة د مطيشات كبارين محكوكين. غنحتاجو واحد البصلة كبيرة مشلضة، وفي الأخر هنا غنحتاجو القشطة الطارية ولا كريم فريش ديال الطبخ، والزبدة باش نطيبها. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم واحد الأكلة من المطبخ الهندي، وغنحضروها ان شاء الله في المطبخ المغربي ديالنا، اللي بمكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل منزل. وكنتمنى هذه الأكلة ان شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمكونات، غنحتاجو 500 غرام ديال صدر الدجاج، انا خديت 500 غرام ديال العدند، معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال التحميره، كاس ديال الياغورت مسوس، عصير حامضه، معلقه ديال العطريه ديال المصله. بالنسبه لهاد العطريه، راني وريتكم الطريقه كيفاش تحضروهم في المنزل في القناه، القناه ديالي تدخلوا غتلقاو الفيديو ديال التحضير ديال هاد العطريه. غنحتاجو معلقه كبيره ديال الثومه، معلقه كبيره ديال سكينجبير مطحون. بالنسبه للسكينجبير اللي ما عندوش، ممكن يعوضو بسكينجبير العادي ديالنا، هذا سكينجبير خضر اللي كيكون خضر. هادو بالنسبه للترمينه ديال الدجاج. هنا بالنسبه للمرق اللي غنحضرو، غنحتاجو معلقة ديال السودانية، وهذه كتبقى اختيارية بالنسبة اللي بغاها. غنحتاجو ايضا معلقة كبيرة ديال عطرية المصلة، غنحتاجو معلقة ديال الملحة، غنحتاجو معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، غنحتاجو معلقة ونص عفوا ديال الخرقوم ديال السكينجبير الخضر، معلقة ونص ديال الثومة. غنحتاجو ايضا في العطريه معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال القزبور يابس مطحون. غنحتاجو ايضا مطيشه محكوكه، القدر ديال ثلاثه د مطيشات كبارين محكوكين. غنحتاجو واحد البصله كبيره مشلضه، وفي الاخر هنا غنحتاجو القشطة الطارية ولا كريم فريش ديال الطبخ، والزبدة باش نطيبها.
ندوزو المرحلة الثانية. دابا غنديرو داكشي اللي غنطيبو. خلينا دابا الصدر ديال بيبي يرقد نص ساعة، غنديرو حاجة اخرى بعد ما كملت نص ساعة وردو يطيب. فواحد الكاسرونة غادي ندير جوج معالق ديال الزبدة، نضيف عليهم بصلة مشلضة بعد ما غطات البصلة واحد شوية، غنزيد عليها تومة وغنزيد عليها سكينجبير. اللي ما عندوش هذا ممكن يستعمل الاخر. نضيفو السودانية، أنا ما غنديرش بزاف، هنا أنا درت معلقة، أنا درت هي تقريبا نص معلقة. نضيفو العطرية ديالنا اللي قلنا، معلقة تحميرة، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة ديال القزبر يابس، ومعلقة ديال الخرقوم البلدي. في المطبخ الهندي كنلقاو هاد العطرية كيستعملوها بزاف، وخصوصا الكمون والقزبر يابس والكركم، هادو اللي كيستعملو بزاف نظرا للفوائد اللي فيهم. نضيف واحد شويه ديال الماء باش ما كتحرقش ليا البهارات ديالي. ملي كنضيفو العطريه مع البصله غادي تحرق، دونك ندير واحد شويه باش ما يتحرقوش ليا. هذيك البصله كتزيد تهبط. في هذا الاثناء انا خديت مقله اخرى درتها في غوطه اخرى وغندير فيها معلقه ديال الزبده، غتهبط غتذوب وغنزيد عليها الدجاج اللي غنطيب. ما نديرو ليه لا ما لا والو، غنغطيوه ونخليوه يطيب، راه ما يحتاج لا ما لا والو. الحامض اللي فيه كيطلق الماء تيطيب وتيجي بزاف.
دابا ملي درت الدجاج يطيب غادي نضيف هنا معلقه ديال العطريه المصلى وغنضيف معلقه ديال مطيشه ديال الحك كبيره غنضيف مطيشة وغادي نزيد واحد القدر تقريبا ديال الماء نص كاس صغير هنا تقريبا درت كاس صغير غادي ندير الملح ايوا معلقه صغيره ونزيد نحرك ونغطيه واحد شويه نخليه يطيب بيد ما نطاب ليا الدجاج ونزيدو عليه الثاني انا قلبت البطاط باش نطيب هذا هو الاول هو كيطيب في المرقه ديالي داكشي اللي شغلنا به الدار والحامض ما كنحتاجوش نضيفو له خص كيتنقصو عليه البوطا باش ما يتحرقش ويبش دغيا وهو باقي ما طابش دابا تقريبا راه جد هذا المرق اللي وجدنا قبيلا غنضيفو على الدجاج بعد ما طاب بالنسبه لهاد الاكله الهنود كيقدموها مع الروز ولا سياكلوها بداك الخبز ديالهم اللي كيشبه بحال الخبز الشاورما العيش كيكون في المحلات الكبرى دابا المرحله الاخيره غادي نزيدو لاكريم بالنسبه لاكريم كنحتاجو عربه اللي كتكون كتباع في المحلات الكبرى كدير شي 100 درهم تقريبا على حسب النوعيه غنخلط هاد المكونات وغنخليه يطيب تقريبا شي ربع ساعة ونقصو البيضة حتى كيوجد الطبق ديالنا بعد ما طاب
نطفيو على البوطه دابا ونشوفوا التقديم كيف غيكون ان شاء الله. الطبق ديالنا بعد ما قدينا في التفصيل هكا كيجي كيمكن لينا ناكلوه مع الخبز العادي ديالنا ولا بهاد العيش اللي كنشريو ولا داك الخبز ديال الطاكوس اللي كنصاوبو في الدار ولا كيمكن لينا نرافقوه مع الروز كيف ما كيديروا الهنود. الهنود هما كياكلوه مع الروز ديالهم كيجي زوين. وكنتمنى تجربوا الوصفه وانا اكيد ان شاء الله بلي غتعجبكم. شكرا على المتابعه والفيديو ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله شي وصفه اخرى.